برنامج التحرية الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالتحية لكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. تحية مسائية لكل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. أهلا بك أستاذ. مرحبا. مرحبا لسناء، بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ. شكرا بجيب. اليوم في موضوعنا في بكل وضوح غادي نتكلموا على نموذج الزوجة الأم اللي دائما يعني كتشتكي من أنه الأب يعني ما كيخرج ولادو بعيد عليهم، خصو يتقرب منهم كثر، يكون معاهم ويخرجهم، وكنلقاو الأب يعني عامل ما في جهده حسب عرفه كأب. فشنو تحليلك أستاذ لهذا الأمر، هذه الصعوبة، سواء كان الأب يعني ما قادرش ولا ما باغيش يكون بالشكل اللي بغاته الزوجة يكون مع ولادو، شنو ممكن يولد لنا وكيفاش نتعاملوا مع هذا الأمر؟ هو لله احنا اصبحنا في واحد المجتمع اللي اصبح الانسان عنده الاختيار. من قبل جدودنا ووالدينا واحد العدد كبير فيهم ما كانش عندهم اختيار، كان كيجي الاب تيقول لبنته غتزوجي فلان ما تحاولش تهضر معاه، كتزوج فلان. كان الاب كيزوج ولده، اغلبيه كانوا كيتزوجوا ما بين عند العمام وعند العائله، ما يخليكش باك يقول لك لا تاخذ بنت عمتك بنت عمك او تخلي العائله تمشي عند بران. دابا اصبحنا الاختيار والمساواه ما بين العقليه ديال الرجل والمراه كتبدا هنا في هذا الاختيار. المراه كتختار، دابا الكذاب يقول لك المراه اليوم بقاش كتختار، كتختار، والا ما اختارتش طبيعي الحال ما كنخاطبش انا هذيك البنت اللي مهضومه حقوقها وخرجوها من المدرسه وهي عندها 7 سنين 8 سنين وسدوا عليها وصبح ليها الزواج هو الحل الوحيد باش تعيش. ما داويش انا على هذي، هذيك راه موؤوده، هذيك راه ميته، شبه ميته. نداوي على اللي خدامه وامها وباها ناس بساط وكيفهموا وجا تقدم واحد السيد ولا الناس يسروا ولا هي تعرفات علو. وقيت اللي غادي تقول نعم ابنتي اش قلتي في هذا السيد، ايه با بغيته ابنتي، واش فكرتي واش قدرتي، اه بابا اه، واش هاد اه هاد نعم، راه كاين المسؤوليه ديالو هو في اختيارها وكاين المسؤوليه ديالها في الموافقه. هو كيجي طالب راغب ولكن عاد يعرض، داك عارض نفسه للزواج من هذيك البنت، عائلتها وبالخصوص هي. دابا حنا كندويو فواحد المجتمع مثقف واعي، اش كتعني هذيك المسؤوليه ديالها هي؟ كتعني انها غادي تحملو وتستحملو، هو غيتحملها ويستحملها. اش كيقصدوا العرب ملي تيقولوا تحملو وتستحملو؟ تحملو هي حالته النفسيه، وتستحملوا هي غادي تقوم بالامور اللي خصو يقوم بها في بلاصتو. ملي كتقول للعرب كنستحملك معني ترى شحال من حاجه خصك تقضيها انت كنقضيها في بلاصتك، وملي كتقول للعرب كنتحملك معني ترى خصني نكونوا كنفطروا وانت تضحك في وجهي وانت معبس، وحنا مسافرين وخصنا نكونوا فرحانين وانت غادي مكشر، وحنا باركين كنعاودوا في النكت وانت كتعاود على المشاكل، وراني كنتحمل. تحمل عند العرب شنو يقصدوا به؟ يقصد به الحالة النفسية والعاطفية والخواطر والهواجس للإنسان. يستحملك هي أغراضك شؤونك، خاصك أنت تمشي تقاليزي ورقة وتاخذ من عندك واحد الوكالة وكيمشي هو يقاليزيها ويجيبها لك. خاصك أنت تمشي توصل واحد الفاتورة ودير الصف وتخلص وراقيك تيمشي هو يهزها ويقضي هذاك الغرض. خاصك انت تمشي دير واحد الحاجه شغلك هذاك وتمشي هذاك هو تيستحمل. فالوالدين كننصحوهم يتحملوا ويستحملوا الاطفال والمراهق، باقي ما مدربش على المجتمع ما عندوش، ولكن واحد بالغ عنده 25 عام 26 عام وبقى امه كتديلو قويمجات والمصبانه وتقضي وتطيب له كاع شغاله هنا. اذا دابا
هذيك الصوره الحقيقيه ديال كيفاش خص يكون الاب وكيفاش خصها تكون الام، كيفاش خصو يكون الزوج وكيفاش خصها تكون الزوج. هذه الصوره الحقيقيه. شكون اللي كيحدد الحقيقه؟ فهمك، عارفك، رغبتك، ولا الواقع؟ الواقع هو اللي كيحدد الحقيقة. ولا تكون كتعرفها، ولا تكون كتعرفها. أنا كنفهم في شحال من بنية نفسية وشحال من كذا وشحال من كذا، ولكن ملي غادي نمشي نخدم مع واحد الزبون في واحد العمل، لا، الواقع هو اللي غادي يملي عليا الحل، مش أنا اللي غنمني الحل. الحل أنا راه باغي هكا، ولكن هو ما كيفهمش هذيك هكا. إذا هاد تناقض، كتعيط أم في الهاتف كتقول لك وراجلي مقابل غير المشاريع ديالو واللي عنده 18 عام هذا، وحنا راه عايشين على المشاكل، هذا الراجل ما مقابلش ولادو. شنو تيعني هاد الخطاب؟ هاد المرأة هادي اللي كتكلم هكا في الهاتف وكتكلم في الإذاعة وكتقول هاد الخطاب، أشنو تيعني؟ واش نجدة؟ تطلب النجدة؟ من؟ واش كتطلب النجدة؟ من؟ كل هذا اللي غتطلبو نتا النجدة شكون هو؟ ما كاين. العلاقات ما بين الناس ما كاينش اللي غيدخل. ما ميسرش لك واحد العلاقة بالشكل اللي نتايا مفروض من ناحية المرجعية أو من ناحية الرغبة ديالك، ما ميسرش لك العلاقة، ما كاينش اللي غيدخل. عائلته راجل كبير، ضميره ما عندوش، او ما باغيش، او ما فاهمش، او بالنسبه له هو راه مادي الواجب ديالو 100% وانت كتخربق. اذا شنو وظيفه ذاك الخطاب؟ ان تعيط واحد تقول لك وشنو وظيفته؟ باغا تفهم؟ ما فهماش؟ او لا باغا تخلص من الاحساس بالذنب في واحد الوضعيه فيها تناقض هي مساهمه فيها. فلا تخلصت من الاحساس بالذنب من الوضعيه اللي فيها التناقض اللي هي مسمى فيها، غادي يصبح هو متهم، غيصبح هو جاني، غيصبح هو مخطئ وهي على صح. بالك الوظيفه ديال الخطاب راه ماشي كلشي كيطلب النصيحه، ولكن باغي غير يتحرر من الاحساس بالذنب، لانه كيحس بانه وضع نفسه في وضعيه فيها تناقض، وهذاك التناقض هو مساهم في استمراره. شنو هو التناقض؟ يتحمل وتستحمل، يتحط. سي دابا هذا هو التناقض. هو راه ما بقاش باغي يتحمل وما بقاش باغي يستحمل وباقي. التناقض، واش انت ما بقيتيش كتحمل وانت اللي اختاريتي تزوج، اللي اختاريت ليش كتحمل ما بقيتيش كتستحمله ومستمر في الحياة الزوجية معاه وحامل الصفة ديال الزوج وزوجة. واحد النبوة السيدة ولادها عايشين واحد الوضعية ديال التناقض مطلق مطلق. دراري واصلين 12 عام 13 عام اللي عنده 15 يباتوا كلهم عمهم، يباتوا كلهم. المهم كتجي البيت تنعس في الناس ولادها، ومرة تنعس مع فلان، تنعس حدا فلان، وحدا ما كاينش حاجة خشينة، ما كاينش شي حاجة خبيثة، لكن يعسوا مع بعضياتهم. وعلاش ما كتنعس حدا راجلك؟ وما مفهمي. ولكن إلا راه هاد الوضعية شنو واقع في الدار؟ ماشي مشكل، وأنا أمهم، واش نعس بوحدي خصني نتونس بولادي. قال داروا حل هادي، داروا جوج بيوت، بيت واحد داروا جوج بيوت، لا كيدخلوا من باب واحد قدام دراري، وملي كيدخلوا كيتفارقوا جوج بيوت. النصارى داروا حل، ملي تيجي يشرفوا تيتلفوا يديروا جوج فراشات، هو فراش ولعيه وهي فراش حالعيه، وعندهم واحد الفراش كيتلاقاو فيه مره مره من تجيهم هذيك اللعيبه. هادو داروا حل اخر، ما داروا بحال نقالزه، ما داروا بحال النصارى، داروا حلهم بوحدهم، مخليه بوحده في بيت النعاس، والدراري فاهمين بان بوهم راه مهجور، هم ما حاملهاش ولا هو ما حاملهاش ولا شنو في عندهم، وتدخل عندهم تنعس معاهم كتشخوش ولا ما عرف شنو باغا تاخذ العطفه ولا اش كدير، كتشارجي محماق الدراري.
لان واحد فيهم ولا باغي يمس جاي يسمو هي نعسه حداه وخصو ولقى راسو تيتخربق وتلون والروينه. فقالت لي عافاك استاذ انا كنثق فيك ساعدني. قلت لها اللي غنساعدك وتخرجي بحالك عليا دولها غنساعدك. كان راه هاد التشقليبات ديالكم راه ما تنفهم فيهم حتى حاجه حيت حنا كنعرفو نكيو البصله واخا كدب معنا. يعني العربيه ما عندناش مشكل مع البصله واخا تدب معنا تنقيوها مزيان. لا دابا واحد باغي يقي البصله وحال اللي كيقرد الدلاع، الدلاع كتقردي ما كيحركش عينك، البصله تتقرديها خاصك الحمراء تقردي فيها تحرك لك في عينك، كنعرفو نقيوها حنا ماشي مشكل. ماشي مشكل هذيك الدموع ديالها كتفيدنا كاع صحيا لينا حنا العربيه كتنقدنا. إذا دابا هنا المسؤولية ديال الزوجة ود المرأة اليوم ما خصهاش تخبى من وراها وخصها تنتبه لواحد الأمر اللي جاك لاكون وضحوه بواحد الشكل قوي في الكتب ديالو المحاضرة ديالو اللي هو بنية الرغبة عنده البنية الاستحوادية أنها مستحيلة التحقيق وبنية الرغبة عند صاحب البنية الهستيرية بأنها لا ترضى. L'obsessionnel sans désir est impossible, le désir de l'hystérique est insatisfait. هذا هو الانسيونمون ديال العالم. إذا دابا خصنا ننتبهوا للمسؤول اللي حدوينا عليه. معنيتها ملي تتزوجي على الله وتتوافقي ما عدا هذيك البنت اللي مسكينه قلت لكم مخرجينها من 7 سنين وثمان سنين وسادين لها تاكل وتفرج في المسلسلات الخاويه والبرامج المفضيه. هذيك الزواج عندها راه هو اللي غيعتقها، ما داويش انا لهذي، انا داوي على هذيك اللي قاري واحد شويه وتتفهم، تعرف تعمر شيك، تعرف تعمر كمبياله، تعرف تشري حوايج وحال الحساب وتعرف ديري الفلوس، تعرف اللي كتعرف تصرف في الدنيا. هذه عندها مسؤوليه، علاش قلت لكم ظالمون او ظالمون لنفسه، راه دائما غتلقاهم بجوج. فين انسان ظالم لنفسه ملي تيوصل لبلاصه هذه المسؤوليه وتيميك. يعني ملي تخليتها خاويه. وهنا يا ريت المسؤول السياسي في المغرب ينتبه لهذا الشيء اللي وقع في فرنسا، درس كبير هائل كيعيشوا العالم في الانتخابات الفرنسيه. من ضمن الخطابات اللي كتروج في الحمله الانتخابيه الفرنسيه معاقبه غياب تصرف السلطه. راهم واضعين في برامجهم انتخابات معاقبه غياب مسؤول ما كيتصرفش في السلطه ديالو، كيخليها اوبن مفتوحه. بغاو يطرقوا له المسمار. انت عندك مسؤوليه وصل لك القرار ما قررتيش نص تحاسبوا معاه. علاش وصلوا ليها هما؟ لان كاين اللي كيدرك وراء انه خصو يتوصل بهاتف وراء انه جهه من وراه ما وراء انه اتوصلت لك الكرات ماركي. جات الكره لعندك تيري. وصلت الكره لرجلك. انت تما. جات لعندك اضرب ولا حيدتوني خرج. اما تبقى كتنفخ عليها بفمك ما غتحرك شي. شتي فين وصلوا الناس في الوعي؟ وصلوا انه الا كان واحد المسؤول او واحد المسؤوله في واحد الموضع ديال السلطه وصل له الخبر او وصل له الملف او وصلت له القضيه اللي عنده ما تلفقهاش لي على اليمين ولا على اليسار وطلع الفوت بطل تحت انت تصرف لانه وصلت عندك. فإلا وصلوا له ولقاوه بأنه وصلت له ما تصرفش غيتحاسبوا معاه هما حاطين في برامج ديالهم وكيطالبوا بها المجتمع ديالهم. حنا شحال مسؤول توصل له بحال هكا ويدير راسو كاع ما شاف. كينتظر وزير كينتظر الأمانة الحزب تقول له شنو يدير. مسؤول تينتظر ما عرف شنو. وهذاك اللي أنت غاتنتظر تا هو راه غينتظر واحد آخر والآخر غينتظر واحد آخر المجتمع كيحصل. بغاو السرعة في القرار وصل لك المشكل تغيز ليه. كذلك هاد المرأة هادي. ثم عندنا الأدب. لاحظتي ثلاثة البنيات الأولى مسؤولية الاختيار تحمل والاستحمال تحملوا وتستحملوا. ثانية البنية ديال الرغبة اللي هي اللي كتوهم لك الحقيقة اللي خصو يكون عليها الآخر. حقيقة راه ما كايناش من واحد المنهج غتمشي تقراه وتجي تتصرف فيه بحال قانون السير. قانون السير عنده الحقيقة ديالو. هاد العالم اش كتعني قف العالم كله قف تفسيرها والتأويل ديالها ماشي انت اللي مسؤول عليه قانون السير. المنهجية كيفاش يكون الأب يكون الأم راه ما كاينش عندها واحد المنهجية وغتقول له واش تي دابا هاد المنهجية ديال الأب
وهل من هجية الأم وحفظ انت شغلك ونحفظ انت شغلك؟ ما كاينش، كاين القدرة والاستطاعة والحال والرغبة والمعرفة. راه عنده باه، راه عنده جدو، راه عنده واحد النماذج في المجتمع في التاريخ كتعطيلو أمثلة اللي يقدر يقتبس منها، ولكن راها ماشي حقيقة بالنسبة له هو. راح تقتنع ويحبها ويطلع لعندها ويشد فيها غتولي حقيقة. أما هي راه واخا تجي تعرض عليه وتقول له أنا غادي نكون كاميرا غندير كذا وكذا وأنت كأب، هادشي اللي كيف يديروا الأزواج، كتقول له ودابا حبيبة ودابا والدري كبر خصك تكون معاه. كيفاش تكون معاه؟ كيفاش تكون معاه؟ أنت النهار الأول اللي جا خطبك راه شتيه ما كيقدر تهز العمود الفقري ديالو، راه بالك راجلك مقعب، راه بالك راجلك من اللي كيبغي يلبس الصباط وحتى تيدور جدوره، ما بقاش عارف كيفاش يخشي رجل في الصباط، كيدور دوره باش يعرف راه تدخلك وعاود يجيب الدوره باش يدخلك، وراه شتيه. راه بالك من اللي يبرك وما تدو الميده حدا بواك وحدا نسابو، راه ما بقاش عارف يدو جبل فمو، راه ولا تيهبط فمو عاد يدو. راه بالك السيد مفرطه الطوره شتيه، اشنو دابا بغيتو تصبغوه؟ بغيتو تزوقوه باش ديروا الاشهار؟ حيط طويل وعدو الزغب وعدو الشعر، حسنتو الشعر وقديتو الزغب وسقديتو لفمو، يوم اللي وصلتو المعقول بغيتو تشليكو. تيقولوا العربيه قال له عايز يزيد منايت منايت، عايز يدهمرك منايت منايت. اذا هنا شكون اللي مسؤول؟ واش هو؟ لا ما هواش، هو راه قال لكم في الاول او ما قالش لكم. ملي ما قالش لكم راكم مسؤولين حيت شتوه ما قالش، وملي قال لكم راكم درت غديتو البصر وقلتو غادي. قالت ليها واحد خالتها ولا واحد عمتها ولا واحد امها، يا بنيتي عاسي راه ملي كيولدوا كيتبدلوا. شكون اللي قال لك لا؟ ما انت راجلك تبدل، ما كنتي تبدلتي ياكم بوكرين نهار اللي تخيل خديتو بعضياتكم باقيين بوكرين، شنو زدتو شويه الذهب ودرتو جوج شقاق ودرتو واحد طوموبيله فاخره سحبت لكم زعما تبدلتو؟ دابا الناس كيتبدلوا بالادوات، ها يشتري واحد السياره فاخره وهو راه باقي مخيفش، هي راه باقي وحشيه مثل المغول، راه بحالها بحال لاباش. عارف الفرق بينه وبين لاباش؟ انا لاباش صراحه كتقول لك انا تجي عندي الغابه نغيزك، وهذيك داخله لك في السياره فاخره وصابغه الشعر ودير هذيك الخواتيم الذهبيه الغليظه والعكور الفرنسيه الانيقه والروائح المعطره، ولكن الكلخ المغلقه في الدماغ راه ما غتبان فين حتى غنوصلوا للتناقض. ملي كيوصل الانسان للتناقض، الشريفيه ديال البارح الصالحه كيفاش التفتت نفسها؟ قالت لك انا كنظن نفسي ظالمه لانه ابدا انا بنتي. اللي التفت نفسه وعنده هذيك التواضع وعنده هذيك عنده هذيك العطفه انه قدام حبيبه يقول هذاك ماشي ظالم. إذا النقطة الثالثة الأدب. الأدب عند العرب شنو هو؟ هو كلام فصيح ومعنى صحيح وطعام وشرب نصيع. الأدب عند العرب كلام فصيح ومعنى صحيح وطعام وشرب، كيطفي لك الغالي، كتكون عطشان مغلغل كتبرك عند أهل الكرام فتجد الكلام الفصيح وتجد المعنى الصحيح وتجد الطعام والشرب النصيع. العرب راه ما كانوش كيقولوا مأدوبة، راه مأدوبة راه حتى لهنا عاد قال مع العرب القدامى، راه كانوا تيقولوا فلان عنده آداب، ماني ترى اليوم عنده العشاء. وكان عيب عند العرب العارفة انك تدير آداب وما تديرش قصيدة شعر، كان عيب. كيقول لك ما كرمناش، لا حطيت لهم الطعام، ما درتيش قصائد، ما درتيش روايه، ما درتيش حديث في المجلس ديالهم، تيقول لك فلان بخيل، فلان بخيل. لهذا كتلقى المغاربه وعند حبابي سواسه واحد القاعده راه باقيين محافظين عليها، لان هي الفخده ديال العرب والامازيغ في المغرب، عطاو خداو من بعضياتهم. الامازيغ وسواسه داروا واحد العرس، والله ما جا العريس برك في الميدا عند كل ضيف وقسم له الخبز بيده ما يتعشاش، يقول لك ما كبرش بينا. كتشوف العريس كيدور طبله بطبله عند حبابنا سواسه وكيهز الخبز بيده ويقطع الخبز للناس ويقول لهم مرحبا عادي ياكلوا،
الا ما دارش طبله بطبله وما قطعش ليهم الخبز وتكلم معاهم، خصهم يشوفوه ويتكلموا معاه ويقولوا لهم مبروك العرس ويقول لهم الله يبارك فيكم ويقول له احسنتي اختيار عائله طيبه وبنت طيبه. وهو هذيك الكلام شتي والله شو كيقولوا العارفين المغاربه والله اللي ما كنا دغيمة والداول معنا كل يما الا عرفنا لجهب يقول جلاز معايا ناكل معاك دغيمة وندي منك ودي مني كل يما. العرب اش كتقول؟ فلان عنده اداب كلام فصيح ومعنى صحيح وطعام وشرب نصيح. كلينا وشربنا عنده ودينا وجبنا في الكلام. اذا هنا من المدخل ديال الادب. شنو هو الادب؟ ولواحد العدد من العائلات اليوم صبحا كيتزوجوا وعاتي ولدوا ولمشي طيحتوا حله الادب الفهم ديالو ودوره في الحياه الزوجيه والله الا شفتوا السعاده. واخا يكون عندك القصور والذهب والقناطير المقنطره من الفضه والخيل المسومه والانعام وكل شيء والله لا شتي السعاده. الادب هو اللي كيجيبها. هذا الفقراء العارفين اسعد من الاغنياء الجهال او المطرفون صح القول. فعندنا وقار الاب وقار الام الا تقف على حده. دابا المراه كتعرف حد الراجل والراجل كيعرف حد مرته. ما معنى حده؟ هذاك هو وجهده هذاك هو 100% ديالو هو هذاك. باش تي ملي تتعرف المراه حد الراجل 100% ديالو وهو تيعرف حدها شتي الا مشات جعلت ولادها يوقفوا على حد باهم فكانها او كانه الا هو دار هكاك كيوري العوره ديال واحد في الوالدين لولاده. وحنا عندنا عيب شتي تدخل مع باك للحمام البلدي انك تصغر مشي مع والدي الله يرحمه وندخل نحكلو ظهرو محيد حوايج. عندنا عيب تمشي عينك للعوره ديالو عندنا عيب فكانه لابس حوايجو وباك طالق عينو عليك يشوفك كتشوف. إلا شافك تتبحلق في الرجال ولا هكا وكذا خرج عليا برا خلي الأدب. أنت باقي صغير كتشوف ظرف واحد خوك ولا ظرف شي واحد برا خلي الأدب برا. يا ما نسمعوا هاد الكلمة خلي الأدب برا. طيب شوف اش داير كيمشي عند خو ولا كيمشي عند عمو يفسر له علاش جرح له. لا مالك تاعك تدور في عينك مالك تدور في عينك. لهذا كتسمى مد البصر ولا تمدن عينيك لما متحنا لا لمد البصر بحال مدتي يدك. اذا شتي ملي تعرفي انت لحد راجل وهو يعرف حده خصكم ديروا جوج المواقف ما تمثلوش وما تفضحوش. ما معنى ما تمثلوش؟ الدراري ولادكم راه غايعرفوا الحد راه معاشرينكم وما تجيش انت تقاد ديك الاعذار ولا ولدي ورا باباك راه ماشي ما باغيش يخرجك لا ماشي ما قادرش يخرجك وغير بابا هذاك الكلام الخاوي غا خلي عندك ما تقولوش سكتوا. ومن اللي يجي ولدك يلح يقول لك ماما بابا ما تيخرجنيش وانا كذا وانا كذا شنو خصك تقول له؟ خصك تقول له ولدي الرجال راه بحال النهر تحتاج الجداول اللي كتمدها بالروافد واللي كتعمر. شتي باك من اللي ولدك طلق فيك جدول واحد المريره ديال المها جدول وامك غتطلق فيك جدول ها جوج الجداول راه كتقطعو عاب برجل صغيور دايز واحد المريره ديال الماء هذا السقايه غادا كتجري ولكن جوج الجداول ثلاثه ديال الجداول لا اربعه وخمسه وسته تيوليو نهر. وتخيل تلاقاو مع خمسه ديال الجداول وعشره اخرين شوف النهر كيغول يولي لك بحيره. اذا شنو خصك دير؟ خصك تقول له ولدي هذا هو القدر اللي حنا كنعرفوا له قدرنا له هو هذا الاستطاعه ديالنا. لا قدرنا ولي نديرو شي حاجه اخرى راه حنا غنديروها ما قدرناش ولي هذا هو قدرنا. وكنا شربنا لبسنا دينا قرينا الابتدائي امك تضعف قري حتى الابتدائي ما تضعف لا ثانوي لا اعدادي لا والو وليدي. دابا شوفوا وليدي والله ديالك قلب. لهذا كون كتسمعوني كنقول لكم اللي مكتفي غير مو بوه راه بحال اليتيم. مرحبا غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52. لقاء بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح وغادي نمشي مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. ناخذوا معنا ياسين من الدار البيضاء.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله. استاذ دريبي. مرحبا سي ياسين. مرحبا بك. كنشكركم على البرنامج القيم. لا شكرا على الواجب. عندي واحد المشاكل. ان شاء الله زوينه هذه المشاكل زوينه. مرحبا بك تفضل سي ياسين. انا ما كانش عندي اشكاليه انني نتكلم قدام الناس. كنتكلم باريحيه وكل شيء. في هذه السنه الاخيره ولا عندي هذا المشكل. رغم انني كنتكلم مزيان افكاري كتكون منظمه ومرتبه. ولكن واحد الوقيته في وسط الكلام كنحس بذاتي كتسخن وكنبان متعرق. وغير كيبدا داك الشيء يخرج صافي تنرتبك مزيان. لدرجه ان حتى دابا مثلا في العروض في الكليه وكذا ما بقيتش تنقدر. شي حين واحد الوقيته كان يمكن نتكلم قدام واحد العدد كبير الناس ما يكونش عندي مشكل. ما عرفتش منين جاني شنو الاسباب باش هذا الشيء ولا ولكن ولا كثير لدرجه ان دابا ولت كنتهرب من هذا شي موطن بحال هكا ولت كنهرب. الو شحال في عمرك ياسين؟ 25 سنه. 25 الو شنو الفرق انك تقول في الجمله اين الشعبه كتقرا؟ نعم سيدي. اين الشعبه كتقرا ولدي؟ كنقرا في علم الاجتماع. الو السنه الثالثه. خبير اشنو تتعني الجمله الا قلنا صعوبه نتكلم قدام الناس باش عندها نفس المعنى؟ ولا قلت نتكلم امام الطلبه والاساتذه شنو الفرق؟ الفرق هو ان هذيك فئه مثقفه فاهمه وانك تتكلم مع الناس ماشي بالضروره يكونوا الناس عندهم واحد الوعي. الو غادي نقولها بشكل اخر نتكلم قدام الناس عامه ما كاينش حضور الصفه. نعم. ونتكلم امام الطلبه والاساتذه كنتكلم امام ناس حاضره عندهم الصفه. نعم. علاش الجملة ديالك جات بشكل عام وغابت الصفة وهو كلامك تتحضر فيه الصفة وأمام ناس حاملين الصفة، علاش الجملة ديالك جات فيها غياب الصفة؟ لأن هذا الأمر أستاذ ولا كيأثر لي على أمام الناس بصفة عامة. فهمتي بعض المرات تيغلبني ذاك الشيء. إذا هنا عندنا واحد الأمر سميتو الوصل لاختيكولاسيون. عندك تشنج بالقدرة على الوصل على لاختيكولاسيون. دابا إلا حليتي يدك وجبتيها وديتيها وجبتيها ما غلطتيها كتمشي وتجي. نعم. شنو اللي كيجعل اليد تمشي وتجي ما بين الدراع واليد؟ واش العظم؟ واش هذوك العصب؟ ولا كاين حتى واحد السائل ما بين العظيمات والعصيبات كيلعب واحد الدور بحال الزيت؟ نعم شكرا. أمرا شكون اللي كيحرك لك دابا؟ واش العظم؟ واش العصب؟ ولا هذاك السائل؟ زوج ديالهم ثلاثة بهم. ولكن السائل كيلعب دور كبير. صحيح. إذا نقص لك إذا نقص لك هذاك السائل واخا العظم والعصب كاينين ما تقدرش يا ولد عمي خصك تمشي تدق واحد الشوكة الله يحفظ لك صحيحتك وينجيكتيو لك هذيك المادة باش تعوضها إذا مشات تنقصات راه ما تحركش لا الرجل ولا اليد ياك؟ نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. دابا شتي هذاك الماء هو اللي كيعطي الحيويه في الحركه حيت دابا فين عندنا الامر عندنا في الوصل سي اون كيستيون دارتيكولي اونتر دو ريجستر دون لوكيل جو في انكارني دو ستاتو دو بوستور دو بوزيسيون ا ترافير دو فونكسيون سيل دو ليتوديان اي سيل دو سيتويان دو لانديفيدو دو فيس دو بالك. نعم. إذا ملي كتمشي أنت للجامعة كدير واحد الكاسكيت سميتها طالب. ملي كتخرج من الجامعة كتحيد الكاسكيت كتولي ياسين ولد الوالد ديالك وولد حومتك ياك؟ ما غاتبقاش دائما تدوي مع الدراري الحومة طالب في سوسيولوجي وكتشرح لهم قواعد السوسيولوجي غادي يقول لك عيقتي عندنا صاحبي خلي قرايتك تما في الجامعة وجي لعبوا كرة. شتي هاد لارتيكولاسيون إي لو نو أرتيكولاسيون. كاين اللي فيه الوصل وكاين اللي عنده الكسر. سوا يفا فيغ لو كليفاج، سوا يفا ارتيكولي. شكون هو اللي تيقدر يدير لارتيكولاسيون؟ ما كيديرش لو كليفاج، شكون هو اللي كيقدر يدير الوصل ما كيديرش الكسر؟ هو هذاك اللي متع. اللي عايش المتعة، متع. قالك؟ والمتعة مصدرها يا إما مادي يا إما فكري يا إما روحي. المتعة المادية هي الطعام
هي الديسير، هي الشوكولاط، هي الحلويات، هي اللباس، هي الذهب، هي هذاك الشيء اللي كنعرفو. المتعه الفكريه هي ملي كتسمع واحد الموسيقى، ملي كتشوف واحد المسرحيه، ملي كتشوف واحد اللوحه ديال واحد الفنان تشكيلي. المتعه الروحيه هي ملي كتسمع واحد الجويد او كتفهم واحد الفهم رباني. الفهم الرباني هو المتعه الروحيه، ماشي فهمك انت. وحنا في الفكر الاسلامي هنا فين مختلفين حنا على باقي الامم، واحد العدد المسلمين ما مستوعبينهاش مزيان، وتيخافوا من هذه البلاصه اللي غنتكلم عليها دابا، يخافوا منها. بنو اسرائيل والمسيحيون والعلمانيون والهندوس وجميع الملات من غير المسلمين، في النصوص المقدسة عندهم وفي المعتقد عندهم لا توجد حقيقة الإنسان، لا توجد الحقيقة، ما عندهمش. عندهم رواية صيغة لواحد بنيان ديال واحد الحقيقة في نوع ما. فمثلا إلا مشيتي عند واحد الباحث أركيولوجي يهودي وقلتي له في الديترونوم عندكم هذا الجبل كان مبني فوق منه قصر سيدنا سليم، اذا مادام ان عندكم في الديترونوم ان هذا الجبل بسميته هيك، هو هذا الجبل بسميته كان مبني فوق منه هذا القصر سيدنا سليم، اذا اللي حفرناه واش غنلقاو الاثار هذا القصر؟ يقول لك لا، يقول لك لا، يقول لك انا ما غنعتبرش النص مؤشر على حقيقة الأشياء اللي غنوجد، لا لا لا، يقول لك لا. قال لك ماشي. غتمشي عند ذلك عند الإنجي، غتقول له قرينا في النص كذا في لا جونيز بأنه كذا وكذا 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 وكذا. واش ناخذ هذه المعلومات هذه ونخدم بها على أساس حقيقة؟ يقول لك لا. أقول لك لا، هذا غير تعبير مجازي ميتافوريك فيه من الصور التشبيهية، لا 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 لا. غتمشي كذلك عند الهندوس غتقول له النص ديالك انت كذا وكذا فيه كذا وكذا، واش ناخذها ونعمل بها؟ يقول لك لا، هذاك راه غير صوره تشبيهيه قالها واحد النبي عندهم وقالها واحد كذا واحد مربي ديالهم. غتمشي عند العلمانيه وعند العلم الحديث غتقول له واش كاين شي نص اللي انطلق منه؟ يقول لك لا لا لا، حنا كنبنيو وتنبحثوا وكنلقاو وتنتقدوا وكنشككوا وكنزيدوا نقلبوا، وملي كنلقاو عاد كنقولوا هذه حقيقه راهي تما، ما تجيش شي حقيقه تلغيها. دابا عندنا حنا وخلق الانسان من حاجه، حقيقه ثابته ما كاينش فيها الشك ولا ما كاينش واقفه. وخلق الانسان من ضعف، حقيقه ثابته كتشدها كتنطلق بها، بني بها، سير غيز شغلك بها، ما تحتاج لا مختبر ولا تحتاج لشي واحد يفيريفي، الي فاليد خدامه. دابا المسلمين شي هاد البلاصه هادي ولاو كيرويوها كقصه. شوف الاشكاليه اللي غادي يخلقوا لنا بها التشدد الفكري، ولا واحد العدد من العلماء الفقهاء المسلمين كيشدوا لنا هذه الحقائق كيرويهم لنا كقصه. غادي يعاودوا لك كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه انتصر يوم كان مدد الملائكه وكان كذا وكذا ويا ربي وكيبكي يا الله وكذا، والاخر يعاود لك قصه وغيجي عالم من الشرق وغادي تكرقع في الدار البيضاء وغيدخل هذاك العالم وغيعاود لك قصه وغيجي الاخر. او شويه هما غيديروا دابا، هما غيديروا دابا العكس، هما غينتقلوا دابا الاعجاز العلمي في القران. هو تتلقى الطاليان وتتلقى اسبانيا وتلقى امريكان شي حاجه ويمشي هو النص ويبقى يفلي يفلي، والله قالها هيا واجي تشوفوا والله العظيم ورحنا سابقينهم، واجي واجي واجي. ها واحد غيعاود لك قصه، واحد كيتستف وراه هذاك اللي لقاها يجي من وراه، ما يقدرش يجي قد جنبه ولا يفوتو، يجي من وراه اخو لقاها وديالنا حنا كيجي كيقول له والله الا عندنا
والله وكيعرض على هذاك النصراني يديه لعدو هو تما ديك البلاد ديالو بحال هكا ويجيبو ويقول له قول 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 ويخلص ويعطيه فلوس والاخر يقول لقينا كذا في الدره ولقينا كذا وهذا يا سبحان الله تينوض وما يبكي 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 شتو شتو راه حنا كتابنا على حق شوف والله العظيم لا قالوا حق الله العظيم عندنا جوج. اما انك تاخذ النص هكا خاصه في العلاقات الانسانيه المذهب اللي تشتغل عليه واحد تشد علوم الانسان كامله وتشد الفكر الاسلامي وتقول له يا ربي اعطيني نفهم انت كيفاش كتاثر العلاقات وكتاثر الانسان. اتفرج هو حتى تيجرب حتى تيطلع ويهبط تلقى واحد على 99 احنا في الاول عاطيك الله سبحانه وتعالى 100 في 100 شنو خصك تامن بها وتواضع تاخذ منها وتدخل. دابا هنا المتعه اللي خاصه السياسيين شويه من الماديه خصو ياكل ويشرب ويلبس تيشيرت ويمشي يلعب الكره شويه من الفكريه يسمع موسيقى وهذا الروحيه يصلي ويسمع شويه القران وكذا وطلع الفهم. الفهم علاش الجمله جات بصيغه عامه ما جاتش بصيغه خاصه وانت تتكلم على المجال ديال تعبير طلابي سلوقيته اللي ما بقاش كيقدر يدير النقله ما بين الصفه ديال طالب وصفه اخرى معنيتها راه زاقل واحد الصفه مؤسسه. اشنا هي الصفه اللي زقل وهي الصفه المؤسسه. ولد فلان صفة تكون انت لا ولد فلان ما قلتيش انا فلان قلتي انا ولد فلان تقول سميتك وشكون باك وشكون ما كتمشي لبوس معك محضر اكيد راه استاذ رمضاني في قفص الاتهام كيبقى تك 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 الاسم ديالك امك اسم باك هذيك راه هي صفة كتمثل الاصل ديالكم راك في نيابيه راك تتنوب على عائلتك تيقول لك واحد من جيرانك واحد الشم ولد فلان ايوا هذه ماشي عمايل عائله فلان راك كتمثل. اذا هذه واش هي الصفه المؤسسه انك ولد فلان وفلانه هي الصفه المؤسسه عدد من الناس كيسحبوها هي الاولى ولا ماشي هي الاولى. الاولى هي سيدنا عيسى في الجواب ديالو على بنو اسرائيل قال اني عبد الله انا عبد الله هذا اسم ولا صفه؟ انت امة الله اسم ولا صفة؟ دابا عبد الله حنا كنسمي عبد الله ولكن ملي غنقول انا عبد الله عبد الله واش اسم؟ انا سميتي المام واش ملي غنقول عبد الله واش اسم ديالي ولا صفة؟ صفة ها الصفة الأولى صفة. ها كتسبق ولد من؟ كتسبق ولد امك وباك. شتي اللي ما مشاش اتصل بالصفة الأولى اللي هي مقام العابد ها عندها الصفة عندها الشغل عندها المشغل وعندها الوظيفة وعندها الأجر. الصفة هنا ديال عبيد قائمة من دون مؤسسة ولا عقد. هاد عبيد هادي هاد عبد الله هاد الصفة الأولى هادي هادشي دابا شكون اللي سبق؟ واش فلان ولا ولد فلان وفلانة ولا عبد الله شكون شكون؟ واحد العداد غيسبق ولد فلان وفلانة وما هي الحقيقة عبد الله حيت شوف سيدنا عيسى شنو جاوب ما قالش ولد لالا مريم شكون اللي ولده مو مريم راك عارف مو ما قالش ولد لالا مريم الشريفه مسكينه العذراء اللي ولداتني بقدر رباني ومشينا النخله وانا وياها والله خير ما قالهاش قال الصفه ديالو عبد الله. دابا شوف الكونترا ديالها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ها الكونترا ديال طيفة ها الكونترا كل مشغل الله الوظيفة عابد الأجر الطمأنينة والرزق السهل طيب ها ودابا شوف راسك مع هادي أوي شتي اللي متصل مع هادي مزيان كاع الصفات الاخرين ولد فلان ولد فلانه طالب شرطي محامي القاضي الممرض
السياسي البرلماني الوزير كاع الصفات اللي غتحملهم غادي تشوفهم جايين عليك هبار. او شتي لا تفافيتي مع الصفه الاولى حيت راه كلشي كيمشي لصفه ولد فلان ولد فلان ما كيطلعش لهادي. فوقاش كيمشي لهادي حتى كيكبر امه وباه ما كيحطوش له هادي. تيقول شنو انت راك عبد الله كتقول له لا ولدي انت حسام انت خفاش. عرفتي شكون كان جدك؟ هو الخفاش الخفاشي. عرفتي وجد جدك كان هو المخيلط المخيفش وتبارك الله كان الخير وكان وعبد الله عبد الله هو صفتك يا سيدي. أمة الله هي الصفة ديالك. هذاك اللي بين يديكم عبد الله باقي ماشي ولدك. حتى تانستاليه تتفيكسيه في الصفة عبد الله وسيدي ربي غانستاليه لك صفة ولدك. ما معنى برا؟ برا بوالدك برا راحت. ها شوف الانستالاسيون مانستالي في عبد الله هو يرضى عليه الباترون. قال له الله ذلك الوظيفه اللي عندك. حيت شنو قال لك؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. ماشي معناتها ما تخدمش شي تسد عليك واحد الجامع شي معناتها يعني معناتها شوف المسلمين شو الفهم المسلمين غيجعلوا عملك عباده وانت كتعبده. العمل عند المسلمين عباده. فاحنا وافيين العهد ديال يا سيدي ربي راه خلقتينا العباده راه حنا كنعبدوا 24 ساعه حتى نعاسنا عباده حتى المضاجعه ديالنا عباده في جميع اللحظات عباده. واحنا سيدي ربي بتيسير منك وفينا الكونترا ديال اللي عندنا الوظيفه الاولى شتا كدير والعلامه ديال العباده ديال العمل ديالك هو اتقانك له ولو يكون مخدمك واحد كافر باش تعرف راه عملك عباده هو ملي تتقنو وما انت تتسنى بريم ولا تتسنى شي واحد يقول لك تبارك الله عليك ولا كتسنى شي واحد يعنقك ولا كتسنى شي واحد يتذكر عليك في فيسبوك ولا كتسنى شي واحد يدير لك لايك ولا يدير لك فيو والو تتقنو. علاش؟ لانه عباده. اذا شنو هنا طاري الولد ياسين شنو طاري له؟ وقع له انفلات في صيغه الوصل ما بين الصفات. وهذا دال على الرابط الاولي بالصفه الاوليه. دابا غنمشي للمجال النفسي. ما معنى ان تتكلم امام جمهور من الناس؟ هي قوه. اذا انتصاب. ها؟ انتصاب. العالم منتصب واقف يرفرف. منتصب. اذا الكلام امام ملأ جمهور من الناس ماشي امر يسير. ولكن انسان عنده واحد القدره وكذا انتصب مزيان. شتي الا اعتبرتي الكلام امام الناس قوه وجعلتي هذاك الخطابه ديالك وهذاك الاسترسال ديالك في انه يتمثل في نفسك وانت ما شعرش به وانت ما ردلوش البال انتصاب. مشيتي خرجتي من بنية المعنى الى بنية الفونتاسماغوريا. وفي لاغولاسيون فونتاسماتي لوبجي فالي هو انت بين يدي ام مقطوعة من رمز الانتصاب. صبحتي انت كلك لوغوجيس فونتاسماتيك قدام واحد لا ديمونسيون ديال لا مامون لا فام اللي ما عندهاش القضيب عندها فرج. والنفس دير الانتصاب ديرو يا اما تديرو مادي لهذا واحد العدد من الناس كيبدلوا الجنس كيكون راجل وكيمارس مع الرجال وكيبقى ما تيلقاش النشوه ديالو حتى كيمشي له عند بعض الدول ولا حتى في المغرب وتيركب النهدين وتيبدا يحيد القضيب وتيولي انت راه كاين لي ترونسيكسيوال. راه قلت لكم نذكركم انه واحد النوبه نزلت واحد
ما قال الهيتيروسيكسويل لوموسيكسويل ترانسيكسويل. ورسلتني واحد السيده من كندا تقول لي متفقه معك بعض الافكار في مقالك، افكار اخرى ما مقبلهاش. وقلت لها مرحبا لله، ما اختلاف راه رحمه ماشي عيب. وبعد الاسابيع وحنا كنذكروا هكا في الايميل، قال لا راه اتضح لي عندك واحد البنيه مختلفه على داكشي اللي كيبان ليا. انت صورتك صوره امراه والبنيه الخطابيه ديالك ديال داكا. قلت لها هنا محيرني هذا الامر. قالت لي علاش انت عندكم القدره تعرفوا تتميزوا ما بين البنيه؟ قلت لها راه وحده فيها انكلوزيون وحده فيها اكسكلوزيون، وحده تحتوي الاخرى وحده تدخل في الاخرى. قلت لها راه عندنا احنا في اللغه العربيه وعندنا كنشوفوها في اللغات الاخرين كاملين اللي كتلعب لو فيرب لو سوجي الكومبليمون تدير واحد لا ستركتور في فراز كنشوفوها. وانا وريها لك، قلت لها انت هاي هذه فراز ستركتوري بشكل بينيترون، هذه بينيتري، هذه كونتونون، هذه كونتوني. بقيت نوريها لها. قلت لها واش كتفسرها؟ قلت لها كنفسرها يا اما انت ذكرى شربتي من الذكوره باك باك وجدك وخوالك وخوتك مع شراع الذكوره، يا اما كاين شي حال وهي تعترف لي راه كانت راجل وكان هوموسيكسويل ومزوج والد ونصحو واحد فاهم اللي عندهم في كندا. قال له ودي انت راه زاديتي مرا، راه غلطوا الجينات ديالك، سير لحقيقتك الطبيعيه ولي مرا. فطلق مرته ومشى دار عمليه ولا مرا ولقى راسو كيميل النساء. ها بعتو اكس ليكواسيون تبعتو. فقالت لي او قال لي، لان انا كان كنحاور مرا هو راجل مولك شي عنده مشكل، جي لكندا ونتهلا فك ونعطيك الاتعاب ونخلص لك الطياره ونشد لك الهوطيل. غفك لي هاد ليكواسيون، قلت لي اجي للدار البيضاء وشديتي الهوطيل وخلصتي الطياره وحنا نخدموا معاك. لا لا عندنا هنا في الحمريه، ما بغيتيش الحمريه سيري خليك تما دراسه. واخا الى سمحتوا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات معنا وين اخبار نهايه اليوم رفقه طريق بشلام. للمواصلين برنامج بكل وضوح ناخذ مكالمه اخرى. استاذ معنا اي مرحبا معنا فاطمه من سلا. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه. لاباس اختي بخير صحه لاباس. مرحبا بك لاله فاطمه. استاذي العزيز لاباس عليك. بارك الله فيك لاله، مرحبا بك. لا ولفناك ولفنا الصوت ديالك. مرحبا بك اختي حبك الله ورسوله. الله ينورك الله ينورك. امين حنوتهم. بخير ويخلي لك وليدك. بارك الله فيك لاله. انا استاذ ديما كنسمع الحوارات ديالك والحديث ديالك وديك الشخضات ديالك اللي كتشخضهم كيعجبني الحال اللي كتهتم كتبقى تهضر على المجتمع المدني معاناة الناس ضعفاء فقراء ومحتاجين. انا بحكم انني ممرضه وكنعيش مع الناس معاناة ديالهم وكنشوف المعاناة ديالهم كيألمني الخاطر ديالي داك الشركات المناوله اللي انت ديما كتعيب عليهم. شتي لا كارثه كي دايره؟ كارثه يا استاذ. كنعيشوا مع دوك الناس مساك المعاناه اللي كيتخلص 1000 درهم وكياخذها حتى كدوز 50 يوم يا ربي 40 يوم يا ربي. و 1000 درهم شنو غدير لها استاذ في هذا الوضع؟ غيشريها مسكه، غيشريها مسكه ونفاخه. نعم غيشريها مسكه ونفاخات. يرحم والديك. نص غادي يدوزوا على مرته وولاده مسكات. انا بحكم انني تقريبا المهنه ديالنا راها فيها العمل الجمعوي والله يودي لاله راني عارف دوركم عارف. عندي افكار نبغي نقترحهم عليك وتقول لي ربما تكون فاطمه خاطئه. قول اختي قول. عندنا المقدم بالحومه استاذ، كل حومه كتلقى فيها المقدم ياك. علاش ما يديروش المسؤولين تبارك الله الوزاره اللي 39 والصف وضربوهم في 4 ولا في 5 ما يديروش مقدم ديال العمل الاجتماعي؟ كل حومه فيها مقدم ديال كيعيش المعاناه ديال الناس المواطنين الفقراء. محتاج مسكين تقريب الخدمه ديال السبيطار، محتاج باغي يدير تحاليل ما لقاش مسكين فلوس، باغي يدير راديو، باغي مسكين شي حاجه ديال العمل الجمعوي راه فيها بزاف، فيها المعيشه اليوميه اللي كنحتاجو، فيها القفيفه، فيها بزاف الحوايج. هذه وحده. وعلاش ما كياخذش الخبره من سيدنا اللي راه تيدور وكيتسارى في كل بلاد وانت كتقولها كتقول كيعيش في الجو اكثر من الارض؟ صح لاله. علاش هاد الناس اللي داز
في المرحله ديال انا عندي 46 سنه من عمري اللي داز كتبقى غير السميه ديالو ما غتفكروا 10000 ما تفكروش ما كيخليو حتى شي حاجه تفكرون بها في جمعيات خيريه 39 برلماني ولا 39 ما عارف مسؤول يدير غير يعني يكون 39 جهه الا خدموا غير العمل الجمعوي كل واحد دار في واحد البليصه ديالو في المين كينتمي ليها واحد الحاجه فيها كدرب على الناس الفقراء والمحتاجين ما يبقاش عندنا هذه المعاناه ديال الناس الفقراء الفقراء والمتسولين بزاف حنا كنعيشوا في سبيطار صغار ما نقولش لك راه داكشي تنشوف راه داكشي كارثي الله 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 حاجه اخرى تفضل كملي امشي عليك كتنصبني فعلا في العمل الجمعوي عنوان كبير مطروح فوقاش غيرقاو بالجمال العمل الجمعوي اننا يكون عندنا الناس ما تبقاش ما يبقاش الانسان تيمد يده ولا يطلب ولا يسعى والشباب استاذ انا تنعيش في الحومه ديالي الشاب تدوز عليه 15 سنه وانت تلقاه باقي شاد الدرجه وقال الدرجه علاش ومساعدين اجتماعيين ناقصيننا في بلادنا بزاف ياك استاذ يعني علاش ما نلقاوش بهذا المجال هذا المجال الجمعوي نشوفوا حنا في ابهى حله نشوفوا الناس ولادنا يعيشوا احسن عيشه حتى واحد ما يمد يده لواحد اخر شتي لاله فاطمه دابا عرفتي شنو تدير راك شاده واحد الموس تدوره ليا في واحد الجرحه عندي تتسيل عمرها غتبرا هاد الجرح هاد الجرح اللي تيقرحني انا شخصيا واحد العدد المغاربه الاحرار اللي كيعيشوا بالشرف والكرامه وعندهم ذكاء وعندهم فهم واحد العدد المغاربه حالي وبحال كالا اللي ما فاهمينش عندهم واحد علامه استفهام كبيره وانا غنعطيكم واحد النقطات منه شنو هو السبب اللي واحد العدد من المقاولات والاقتصاد المغربي مشى لشركات المناولة شنو السبب شنو السبب السبب الاول هو واحد العدد المقاولات ما بقاتش كتقبل النقابات تخدم عندها في المقاولة ما بقاتش قبلها يعتبروهما بان النقابة كتاخذ السلطة بان النقابة بغات تحكم في المقاولة وبغات تصبح شريك مع صاحب رؤوس الاموال هذه واحد العقلية وهذا خطأ لأن النقابات هم واحد الجسم حيوي كيدير إكراهات لخلق واحد المناخ فيه ضوابط ميمكنش تحيد من المجتمع الأحزاب ميمكنش تحيد النقابات ميمكنش تحيد المقاولات كلهم صالحين إذن ها هو المدخل الأول المدخل الثاني هو التلميذ المجتهد في صفة السياسي العربي أمام البنك الدولي والنوادي ديال الراساميل اللي كتمد قروض للحكومة هذا التلميذ المجتهد اللي كيفيق الصباح وكيمشد شعره بالأركان وكيدير كرافاطة وكيسد فيستو بالصدافي كيقاد راسو في المرايا وتهز محفظته وخصو يمشي كاري هاد التلميذ المجتهد كتفتعلو ومن حقها تفتعلو البنك الدولي ولي كلوب كلوب دو باغي والاخرين اللي كيسلفو تيقولوا له عندك واحد النسبة مرتفعة من الناس اللي كيشتغلوا في الوظيفة عندك بزاف اذا الوظيفة العمومي خصك نقص منه هو تلميذ مجتهد ومعاه ملحيات لكن تلميذ مجتهد ملي كيعطيوه النصوص كيخصو يجيب لهم الكوبي فيها 10 على 10 ويخرجها صحيح ومعاه ملحيات اش قال له ملحيات قال له غنديروا باس باس غنخرجوهم من الوظيفه العمومي هما ما بقاش محسوبين على الوظيفه العمومي ولين احنا محتاجين هذيك اليد العامله ديالهم غندوزوهم شركات المناوله وغنحطوهم في لي شارج داروا غير باس باس كونطابيليتي داروا طق طق فنقصوا واحد الاعداد داك الشيء غتشوفوا الموجه ديال ديبار فولونتير اللي دارت هذه 11 سنين باش يعطيو اشاره للبنك الدولي والتعليمات ديالو حنايا تلميذ مجتهد ولكن هذوك المناصب بقات فارغه خاصها اللي يخدم فيها قالوا او الى عاوتاني وظفنا راه غادي نوظفوا وغادي نعاودوا نعمروا
الوظيف اللي هما نقطوا علينا بالحمر، اذا شنو يقول له مول الحيله داك الحرامي اللي بجنبه يقول له باس باس شركه المناوله والهموز، هما يدخلوا شركه المناوله. بان لكم دابا علاش كثروا في المغرب؟ عندهم جوج مداخل، المدخل الاول هو تهرس النقابات لان قد تعتبر بانها خصها كذا وكذا 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 وكذا. الثاني كونتابيليتي، تلميذ المجتهد السياسي العربي كيمشد شعره وكيقاد الكوستيم ديالو وكيسد الفيستا وكيهز المحفظه وخصو يهضر بلغتهم ويحط الارقام في بلايصهم ويجلس في الكرسي اللي متراسي اللغ او لا ناري مازي. حرايمي اللي بجنبو المول الحيله قال له باس باس كونتابيليتي، خرجناهم من هنا وحنا محتاجينهم هنا، ما نقدرش نرجعوهم هنا، غنديروا شركه المناوله دي شارج اي فاكتور. ملي كتجي البنك الدولي كتقول لك نقصنا سيدي وهادو لا نو شركه المناوله محسوبينش عندنا ماشي هما. الاشكاليه فين غتكون؟ انه ماشي مهم شكون اللي غيوظفك، واش العمومي ولا الخاص، ماشي المشكل. المشكل هو القانون اللي حامي هذاك العامل. خصنا واحد القانون، خصنا واحد الحاله سميتها لاستيرونس مالادي، خصنا واحد الحاله سميتها لي زوفر سوسيال. كيف يعقل ان واحد المقاول واحد العامل يخدم واحد المقاوله ما عندوش يدوز العطله؟ فاش غيضرك انت المقاوله دير له نادي يدوز العطله لولادو؟ فاش غيضرك انا كدير له مصحه متعاقد ويصيب سنانو وسنان مرتو وسنان مو وسنان بواه؟ لان انت عارف العامل اللي كيخدم كيهز معاه ما بين 5 و8. اذا حنا درنا باس باس، خرجناهم من الوظيفه العمومي ودوزناهم شركه المناوله باش نرضيو التنقيط ديال الكلوب دو باغي والاف ام اي وكاع دوك المؤسسات الماليه والشركات اللي كتنقط، وتبعنا مول الحيله. مول الحيله هو ذاك السمسار اللي بيع الماتش ما بين اللوبيات وما بين صحاب القرار. امريكا لقات له الجواب، عطات له صفه لوبيست. شنو هي لوبيست؟ هي رشاوي. امريكا عندها صفه قانونيه رشاوي لوبيست، فكيجي عندك يعطيك كارت فيز مكتوبه فيها لوبيست. شنو هي لوبيست؟ يعني باغي نعطيك الرشوه. ودارها في القانون الامريكي اثرها، قال لك اودي ممكن تكون لوبيست، ما لوبيست هو تدور معاه ويدافع لك على مصالحك في اطار القانون. امريكا انا هنا فيك نحترمها، ما عندهاش هي شي حاجه عيب ولا ماشي عيب، عندها واحد الحاجه متواجده في الواقع ماشي كيدركوها بيزار، كيبقاو يشوفوا فيه يشوفوا فيه يشوفوا فيه يشوفوا فيه سميه وبلاصه ويأثروا بالقانون ويدخلوا تخدم. لهذا هما اول دوله في العالم في كاليفورنيا سرحوا الحشيش، هي تبعهم كندا. دابا كندا كيف غادي يتكما عندها وكوك ما يشدك اللي زرعوا زارعوا خاصك تعمر رخيصه وتقاد، هولندا قادته، حنا لا، حنا الاطنان الملايين كتصيب وكلشي وتا كلشي عايش به، كلشي كيروج، الدراري مقرقبين، كلشي محشش، وحنا وتا شدينا 10 طون. يا ودي شديتي 10 طون راه 10000 طون خرجات، لا شديتي عطون واحد وراه خرجات لك 1000 طون. حتى حنا هو التناقض، هادشي اللي حنا داوين فيه في الكوبل في المراه والراجل راه كاين على الصعيد المجتمع. دابا المساله اللي تكلمت عليها الاقتراح اللي قالت انه تصورها مثلا مقدم كذا وكذا، الا فاطمه المغرب اضطر واختار الاختيار من سيدنا الله ينصره منذ ان ولا الله سبحانه وتعالى امر هذه الامه، اختار المسار الديمقراطي. شنو هو المسار الديمقراطي؟ هي احزاب كتنافس على السلطه كدير برنامج وكتحمل المسؤوليه. المسؤوليه شنو هي المسؤوليه؟ ماشي المسؤوليه هي تاخذ ميزانيه من الدوله وتشري بها سيارات ودير بيرو ودير لقاء مع اوروبا ووفود اوروبيه وتسني اتفاقيات. هذه راه جده ديرها. جده الله يرحمها نجيبها نقول لها جده عفاك هاك واحد الطوموبيل شيفور ولبسي واحد الجلابه ولا لا وتمشي تبركي لنا مع اوروبيا، جده تعرف تبرك وتريح وتدوي معاهم وتسني اتفاق جده. اذا شتي هذا هو الكريم فريش ديال المسؤوليه، هذا راه ما كاينش اللي ما يبغيش هذه البلاصه. البلاصه الحامضه هي ذوك الغيران ديال البطاله وديال الفقر وديال قله المقاوله الذاتيه ديال صعوبه العقار المهني ديال التكنولوجيا اللي واصله بشكل غير مقنن. نعطيك مثال، دابا انت كجهه دير واحد البلاصه زون اندستريال، ياك دابا في المغرب 2017
شد واحد الجهه من جهات المغرب واختار واحد البلاصه في الخريطه وقول هنا غندير زون اندستري وغيمشيو الشركات لهذيك البلاصه ويشريو بقاعي باش يديروا معامل ياك شويه غادي يبغيو الانترنت او ديبي غيخلصوا باش يوصل له وشنو غيديروا معاه راه شي ايامات كان كيديروها تسحب الضو راه حتى هنا لا نبدلوها شحال هذه في العروبيه كنت الا بغيتي تطلع الضو انا غدير دير دير واحد البلاصه كتربي الدجاج اذا خصك الفولتاج زايد يقول العروبيه خصك صندوق يحطوا له صندوق ديال الضو كان تيخلصوا غالي اللوينو تيحط فلوس ومن بعد كيبدا هو يرد فلوسه في الثاني ملي كيجي واحد اخر ثاني غادي يربي الدجاج كتخلص مور الصندوق الاول كتمشي كتفاصل كيتفاصل معاك مور الصندوق تيقول له اسيك انا الاول دخلت هنا حطيت الملايين الصندوق تحط دابا انت راه غتاخذ من الصندوق اللي انا مولته الاخرين تخيل شوف المواطن كيف مسطح مع المواطن المؤسسه هنا لا ما حماش قلت لكم مسؤوليه مالحها المواطن اذا اللي عنده الفلوس كيحط الصندوق اللي عنده الفلوس مشى واحد لازون علاش دابا كتلقاهم ديما راسخين هذوك لي زون اندستريال الكبار تلقاهم ديما في لي زون اللي باش يشرف عليهم سيدنا تما كتلقى الانفراستركتور محطوطه دابا هما كيتحابوا الانفراستركتور هي اللوتيسما هو القدرون والانفراستركتور هي توصل كل شيء بلا ما تفاكتوري لتا واحد اذا شتي ها هو المهنه دابا اللعبه اش كنقولوا هنا اي ما خدامش ثانيا هذاك السياسي اللي قابل اللعبه كيف مقنا من حيث الديمقراطيه الملك ضامن مراقب تيأثر انتم شفتوها في الانتخابات كل شيء كان يقول غيوقع مشكل في الانتخابات ربح تكلف السي ملكيران خمس شهور ما كان والو كانوا كان شي احتمالات غيتكلف شويه لا سيدي تكلف سي العثماني والسي العثماني هو الوزير الاول وشكل الحكومه بالاكراهات ديالها هذا هو الواقع والاكراهات ديالها الملك ضامن وضابط دابا شتي هاد الصعوبه السياسيه اللي اختاروها الاحزاب واختاروها المغاربه كاين اللي ما قادش عليها باغي هو غير الكوستيم ومشي يتفاوض مع اوروبا ويسني ويلبس طنوبل ويتصور في الاعلام ويقول خدينا واحد القرض من عند اليابان مليون دولار هبه جات من عند كندا وغادي ندخلوا الضو ودرنا وترى هذه راه سهله هذه قلت لكم جد الله الرحمن ديال انا وياها ودابا بغيناك تمشي لعند الطلبه في الجامعات وتشوف لنا علاش كاين تقادم الباك قانونيا ما خصوش يكون بغيناك تشوف علاش الدراري الطلبه كيتقيد من البروميير يعني حتى الدوزيام يعني حتى الليسانس باش يمشي لواحد الماستر وكيتسد الماستر في الطريق يولي راجع مشاريع بغينا هذاك رئيس الشعبه يمشي للحبس بغينا الدوايا يمشي للحبس وبغينا الرئيس الجامعه يمشي للحبس لانك سديتي مسار دراسي على طالب عمره ضاع ضاع له من عمره عامين موعد ساعه ما كنقبلوش حنا واحد يضيع لنا ساعه واحد يدير معنا موعد ويعطل علينا الساعه نلغيها ما نخدمش معاه تخيل عامين من عمر طالب كتلغى هاد الاحباط النفسيه بغينا نشوفوا علاش لي ماستر بروفيسيونيل كثروا ولي ماستر دو ريشيرش قلاه وفين وشكون اللي تيقرر في هذيك الميزانيه وعلاش وكيفاش واحد باه كان في الوظيفه العمومي كان كيساهم بشحال من كوتيزاسيون ولدو غيمشي يخلص ماستر بروفيسيونيل بالملايين علاش كيفاش دارت بغينا نعرفوا علاش الاكاديميه الرقميه ما كايناش باش ولادنا يقدر ياخذ واحد الموديل ويدوزو لواحد الشعبه ويلا عجبك الشعبه يبقى الموديل تابعو وعنده لوجيسيال وعنده الطابليت ديالو وعنده التليفون بغينا نعرفوا علاش ما عندناش الاداره الرقميه اليوم المغرب كله كيستورد كاميونات وطوموبيلات تكون عندك شركه في طنطان خصك تأمولوجي في الدار البيضاء يكون عندك كاميون مستوردو انت في طنجه وغتجي انت وكاميونك من طنجه تأمولوجي في الدار البيضاء وتكون في الحسيمه وغتجي انت وكاميونك وطوموبيلتك للدار البيضاء شنو كتعني اش كتعني ان كل شيء يجي للدار البيضاء اش كيعني انه ما يمكنش هو يستورد كاميوه والشركه اللي في فرنسا مع الشركه اللي في المغرب مع الاداره الدوسي ديز كيجري بحال اللي داروا الابناك كيخلصوا البنك المغربيه تخلص الابناك في العالم ما تتحرك ما والو تعيط للبنكه ديالك تصيفط لها ايميل ما
تدخل غير في اللوجيسيال ديالك اللي عندها وكتقول لهم بغيت نامبورتي للبلاصه الفلانيه وبغيت نخلص بالدولار ولا نخلص بالاورو ولا نخلص بالديفيز الفلاني وكتعمر واحد الورقه هكا في البيسي ما كتحركش وكيجي عندك ترانزيتير الله يجازيه بخير كتقول له هكا سيدي ها لي فاكتور ها البري فورما هكذا وهكذا تيهز هو الوريقه كتعطيه الكود باش انت درتي الاجراءات في الانترنت كيهز هذيك المعلومات كيمشي للديوان كيحط الوريقات فلوس دازو فيو مشاو تخلصات لهي الشركه في اوروبا ولا في الصين ولا فين جات السلعه تلقاها السين عنده محطوطه. اذا كيفاش عندنا دو فيتاس؟ عندنا التاطير المالي البنكي كيواكب ما موجود في باريس وفي نيويورك وفي العالم. والاداري باقي افريقي بمعنيتها دباني ببوشي حشوم على افريقيا تعملوا معها نتوما تبهدلوا افريقيا. افريقيا فيها المهندسين، افريقيا فيها العلماء، افريقيا عندها ولادها صالحين. اذا لا يعقل دابا دويت لكم على السونتر دو مولوغاسيون ورا مدان ندوي لك بحال هكا مثلا في لاجونس اوربان. علاش غادي يمشي المقاول باغي يبني لاجونس اوربان يجبد نوت دو غونسينيمون ويخلص 250 درهم خصو يدخل في الاورديناتور يعمر معلومات ياخذها عنده ما يمشيش انا لاجونس اوربان. ثم بغينا نفهموا واش كدار في هذيك الديروغاسيون. ديروغاسيون كتعني ان كاين دي زون في كل مدينه كاين زون ا وزون بي وزون سي زون فيلا زون سومي بيرو وادارات وزون اندستريال هذوما لي كلاس اللي كاين عندهم. اذا ملي كتكون في واحد لا كلاس مثلا اندستريال ولا ايموبيليير ولا هذا كتقدر تبني اربعه خمسه طوابق وملي كتكون في زون فيلا راه معروفه كتبني غير فيلا. ثم عندهم ديروغاسيون. ديروغاسيون هي واحد السلطه عند لاجونس اوربان اللي كيقرر بواحد اللجنه جهويه وكذا 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 في انه يبدلوا هذيك لا زون فيلا ويردوها زون ايماب اللي غيديروا واحد المشروع. مازي علاش ما تاثرش حتى هي بالانترنت ويدار لها قواعدها ويشرف عليها المواطن اللي ساكن في هذيك المدينه ما باغيش هو واحد لا زون فيلا. نحمد انا شخصيا الله كنحمدو ونشكرو ملي الشريف كاين الفيلا رويال في عندي اقسم لك بالله الا صليت ركعتين شكر شتي والله كما كانت الفيلا رويال في عندي كنتي غتشوف شارع بن سينا وعبد الكريم الخطابي وحي الهانه غيطلع كله عمارات. علاش ما تكونش الساكنه الدار البيضاء عندها حق فين تختار في الديروغاسيون؟ علاش نجيب واحد لاجونس اوربان مع اللوبيات ديال العقار مع دوك اللي في السلطه تما الولايه هما اللي قروا خاصه المواطن. إلا بغيتي تكون في الديمقراطية التشاركية خاصك تلوح مشروع تقول عندي حاجة عندي كذا عندي كذا والمواطن يقول لك لا سيدي لا سيدي. المواطن يصوت يتخبر المواطن. الناس ديال الدار البيضاء معنيين بشوية ديال الجودة ديال العيش في الدار البيضاء. بركة ما فيلا راه بتطلع عمارة فيلا راه بتطلع عمارة فيلا راه بتطلع عمارة. الشجر ما كاين ما كاين ظل ما كاين هواء نقي وزيد طلع عمارة. علاش؟ لأن الديروغاسيون. شرحتي هاد القفوله هادو حيت كاين هذاك الشويطين قلت لكم والحيله خدام ما بينه وما بين السياسي المجتهد وما بينه وما بين السياسي المكلخ. لان المساله مساله ابداع فكري ماشي مساله واقع صعب. شي واقع صعب ايه كاين ولكن لو يكون عندك الابداع الفكري عرفتيش كدير الواقع الصعب. الابداع الفكري كيفرح شي مول. الابداع الفكري ما كتعطيه واقع صعب كينشط لان عنده ديزيكواسيون عنده معادلات صعبه. اما من اللي كيجي الببوشي من اللي كيجي المجتهد اللي كيصلي كيصلي واش انا واش انت تتصلي ومكلخ؟ فين عمر المسلم كان مكلخ؟ فين؟ المسلم كان كيقع في الدكاتره كيسمي القران يا اولي النهى. فعندنا المجتهد هذا هو المثال التركي. تركيا صحابك دابا زعما حققت النجاح ديالها بوحده. ما ملعبش الماتش تما ما بين اسرائيل وامريكان معاونينها. عندك تسحب هذيك الازمه اللي عاشت ما بين تركيا واسرائيل ماشي مسرحيه. لانهم عارفين العرب لا شافوا شي واحد تهز مع اسرائيل كيهزوا الرايه ليه راه مسرحيه ممثله على كاسي. كنت فهم ميريكان ماده سوسه درسه حطها تما في اوروبا سميتها تركيا كتقول ليها انت تقوي انا حاط لك هنا ها واش هاد لك حدودك. فجا واحد باغي يبيع لنا النموذج التركي وحنا ما عارفينش تركيا كيفاش خدامه ولا مع احترامي للتركيين ومع احترامي للناس كيدبروا شغلهم. احنا هنا خاصنا نرفعوا التحديات ديالنا امام الواقع بالذكاء. مرحبا. نتمنى خير ان شاء الله. غادي نتوقفوا مع فاصل المستمعين نرجعوا نواصلوا بكل وضوح. نواصلوا باقي المكالمات معنا كبيره من العيون.
الو الو السلام عليكم كبيره. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله كبيره. سلام استاذ دريبي لاله. مرحبا بك لاله. مرحبا بك. نهاركم مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك لاله. شكرا. تفضل. على فكره استاذ دريبي انت استاذي بفضل الله وفضل اذاعه الراديو بارك الله الميديا. بارك الله فيك. صراحة استفدت منك بزاف والله يكمل عليك بالخير. يا ربي امين حنا وانتم جميع الناس لاله. استاذ دريبي انا شابة اعوذ بالله من قول كنت انا طموحة. شحال في عمرك؟ من الصغر. شحال في عمرك؟ دابا طالعة 27. بارك الله. ايوا فهمت يعني كنت عصامية من صغري يعني فهمت السلاح ديالي كان هو العلم. والحاجة اللي كنت كنطمح ليها هي اني نكون صحفية. بارك الله. خصوصا نكون منصفة إذاعية. بارك الله. أكيد كنحترم التلفازة ولكن الإذاعة كبرت معاها فحبيتها. في القرية ديالي عملت سيونس. والحمد لله كان عندي تفوق في سيونس وفي الأدب. ولكن من بيت ندفع للصحافة وقعوا لي شي مشاكل أسرية والحمد لله. مع العلم غادي ندير هذيك مشاكل بين مزدوجتين وإنما صعوبات وعراقيل حياتية. طحت في الباك وما جبتش النقطة اللي غادي تأهلني باش نكمل الدراسة ديالي في المعهد العالي اللي في الرباط صحافة. قلت ماشي مشكل نخلي هذا الطموح عندي والحلم ونمشي لشي اتجاه آخر اللي ممكن نجح فيه وبه غادي نوصل للحلم ديالي. تسجلت في الجامعة وعملت ليكونومي إلى جيستيون ولكن حتى هي ما كملتش على قبل الاب ديالي كان وقع ليه واحد مشكل صحي. فاضطريت باش نرجع انا لليون ونخدم على الاسره ديالي. فبديت كنخدم في اعمال حره لدرجه يعني في بعض الاحيان تلقى استغلال اللي كي بحكم انت كتكون محتاج للخدمه. فهمت كيقول لك كيفرض عليك. طاجيت في مؤسسات بعض المرات كان طاجي وفي الاخر ما كناخذش اتيستاسيون اللي كتبين باني طاجي بزاف ماشي مشكل. كنقول الله سبحانه وتعالى كيحب العبد الملحاح. الله. في الاونه الاخيره ولات عليا المسؤوليه ديال الدار بحكم الاب ديالي الله يخليه لي والله يسمح لي. شحال بيكون الافراد في العائله؟ كاين عندي جوج خوتي والاب والام. انت الكبيره؟ انت الكبيره؟ لا لا انا الوسطانيه. اختي مزوجه وخويا باقي كيقرا. الله. مزيان يعني مش عمل حياته مع واحد السيدة أخرى خارج عن نطاق الشرع والقانون. شكون هذا الوليد؟ الوليد. هذا اللي مرض. اللي مرض حياة تما مرض هنا وحيا له. النشاط. قلت ماشي مشكل. يا ربي الله. أي حاجة كتواجهني في الحياة هذا ابتلاء. دابا تحملت المسؤولية ديال الدار قلت أمي وخويا ماشي مشكل في عيني وعلى راسي من الفوق. الله. الحمد لله مشيت عملت المعهد وعملت واحد الشعبة اللي كانت انسيستي على علم الاجتماع شوية من البيداغوجي شوية من البسيكولوجي قلت فيها خير. فعلا خدمت في واحد الكومبلكس ديال لي ترافوزيسيون في فورم ان اسوسياسيون يعني وقبلت بلا ما فيه لا ميتيول لا حتى شي حاجة يعني كتخدم النهار اللي كتمرض وما قديتيش تخدم يعني كتعطي الباب راه قبالتك تمشي وما كتسلم حتى شي حاجة. الله الله. قلت ماشي مشكل ولو عندي سالير بسيط الحمد لله مي كان الناس حتى واحد ما تابعني بالكريدي حتى واحد ما ظالمه قلت الحمد لله لدرجة أنا وليت كنبدع في هذاك السالير ديالي البسيط وليت كنعمل فيه دار. الله لدرجة بعض المرات كندير دار على 4 المرات بعض المرات 3 بعض المرات 2. دابا ملي كنرجع للور وكندير واحد النظرة تأملية نفسي فهمت كنلقى كندوز واحد الحلقة مفرغة لدرجة بقوة عيني ما كانوا كيبغيو هما يدمعوا وما بقاوش كيقدروا يدمعوا. لا اله الا الله. نشفوا والمشكل أنا تأثرت كيف هذوك الدموع اللي كنت كنبكي من الصغر يعني هذوك الدموع لدرجة ما عرفتش واش ابتلاء من عند الله يعني تأثرت عينيا. يعني في آخر مرة درت مراجعة طبية بالنسبة لعينيا قال لي الطبيب ماشي مشكلة بنتي إلا بديت نطرح لك واحد السؤال وما تعملهاش من عقل الصواب. قلت لي مرحبا. قال لي واش عندك إمكانيات تعمل إن أوبيراسيون؟ قلت لي علاش؟ قلت لي واش عينيا لهالدرجة مأثرين؟ قال لي بحكم ما درتيش نظاظر يعني من الصور ديالك لدابا تأثروا.
مع العلم فهمت اني سكت. قال لي لا كان عندك الامكانيات. انا نشوف لك حبابنا يديروا لك عمليه بمجان. لا بغيتي تجي للدار البيضاء نشوف لك حبابنا ديرها بنتي العمليه بمجان. بارك الله. انا غناخذ التليفون ديالك هنا من ستوندار، وملي تقرر تبغي تجي غير اتصل ونشوف لك بنتي ودير عمليه بمجان. الراي اللي بغيت ناخذه استاذ ديالك هو بحالاش انا بغيت نوصل الطموح ديالي وما بيتش نتخلى على الميمه ديالي وخويا، وفي نفس الوقت ما بيتش نعجز الله سبحانه وتعالى يقول لك عزيز علي العبد الملحاح، وانا ملحه وبيت نصارع وبيت نقاوم. فهمت؟ ماشي عيب نكونوا فقراء وماشي عيب واحد من الاباء ديالنا كبيره ينهجوا. عفا بنتي بغيتك دابا تبتي وتسمعي لي. ها ها واخذه الامور بجديه كبيره وبحده كبيره. فرق انني نوقف بجنب عائلتي ونساعد، وفرق كبير انني اعتقد ان العائله واقفه بيا وعليا. الام راه ماشي عيب تخرج تخدم، ماشي عيب، ماشي عيب تخرج امي تخدم، ماشي عيب، ماشي عيب. وتنتعاونوا كاملين في واحد المشروع سميتو العيش، حيث هو ثلاثه الانماط باش يعيش الانسان. يا اما تيقاوم من اجل البقاء لا سيرفي، وهذه في حاله حرب، تكون واحد البلاد فيها حرب ما كتعيش، تقاوم من اجل البقاء، كتبغي تخرج تجيب على الماء غتقدر تموت، كتولي خارج باش تجيب بشويه الماء وعاود عائلتك تقدر تجيب قرطاسه ولا شي مدفع ولا شي مصيبه. اذا العيش النمط الاول ديالو هو يقاوم الانسان من اجل البقاء. واش كبيره في هذه الوضعيه؟ لا، لان احنا بلاد امن. اذا هي في النمط الثاني صعوبه العيش، قلت الامكانيات الماديه. شنو خصها؟ خصها قناعه وخصها العوين، خصها القناعه والعوين. وتصبح هنا هذا المشروع الثاني اننا نتعاونوا ونعيشوا وتصبح فيها السعاده. هذا الى مشات حتى حطات الفكره في النمط الثاني اللي هو العيش وحطاه بحده في بالها في دماغها على اساس راه هي واقفه عليها، شتي كتقول شتي كتقول النقد، غتنقد غتولي عايشه الحراره ديال السيرفي، حراره ديال كتقاوم من اجل البقاء، وهي راه ما فيهاش، هي راه في العيش غير صعوبه الامكانيه، غير صعوبه. اذا شتي خصني نحيد لها الشحنه النفسيه ديال الاول، دابا البريز عندها مبرونشي في الاولى وهي عايشه الثانيه، غتحرقها. فدابا هي كتثبت راسها بهذيك ان الله يحب العبد، بغات تجيب طاقه روحيه. لا بنتي، الطاقه الروحيه غتدخل وحارقها لك الطاقه النفسيه. لا بنتي، غتحيدي ما تجيبيش الطاقه الروحيه وغتديبرونشي الطاقه النفسيه، لانك راك عايشه في واحد النمط كتقاوم من اجل البقاء. وحنا في بلاد امني ما كنقاوموش. دابا حاليا اللي كيقاوم هو اللي في سوريا، هو اللي في واحد العدد من الدول افغانستان، واحد هذاك تيقاوم من اجل البقاء. يعني تعاون الاسره وكاين بالقدر اللي هي غت يهزوا الحمل كامل. شنو هو الحمل ديال الاسره؟ شنو هو الحمل ديال الاسره مغربيه فقيره؟ شنو هو؟ هو الكرا، الماكله، الضوء والماء، هذا هو الحمل. اللباس راه ما تيبدلوش حوايجهم، فقراء ما كناش كنبدلو حنا حوايجنا. سروال كيبقى معاك اربع سنين، ما كنغلاضوش ما كنطوالوش باش نبقاو حنا قد السروال. حنا كنا كنتحكموا في النمو، لان لا طواليتي ما يبقاش يجي السروال قدك. اتخيل اش كتسحب؟ راه بصح، وكنا نتحكموا في النمو ما تنطوالوش، كنا بحال الاقزام كلشي قصير، حتى ولينا لاباس عاد نطوالو، كنا ما تنغلاضوش، حيت الاغلاط خصنا ناكل بزاف. لا ما خصكش تغلط، خصك تبقى رقيوك باش تاكل دغمه تشبع. دغمه ديال السكات كتجينا في قصعه جوج دغمه ثلاثه، شحال ما غاتجيك في قصعه؟ ماك راس راه داير في الطبله 10 عند الناس 11 لواحد، وشحال غاتجيك من لقمه؟ يلاه زيد، كتجيك جوج. اللحم شوف انت كتجينا الريحه ديال اللحم، الريحه ديالو والشحمه والجلده الدنيا شحال عز علينا. هو انا باقي دابا مصاحب مع الشحمه، حتى اللي قال لي شحم الضر نقجو. حتى الشحمه تتقهمك كتشبعك، كتكالي كتقول لك صافي شبعتي،
راهي الشحمه راه زوينه الشحمه راه وكلوا الشحمه نقول لكم ها قولوا الشحمه راه مخيره سير عند الجزار انا ديما نقول له خويا عطيني اللحم عطيني الشحمه قول له الدار ديري لي الشحمه لالا اري لي الشحمه ها الله تاكلها جوج دغمات مع الشحمه تتقامك صافي تتنعس مزيان دماغك كيرتاح لان مع ديك الشحمه كتخي راسك واكل الشوا ترى واكل الشحمه اذا شتي الفقير شنو عنده عنده الكره ديالو تيخلصو خصو ياكل اما الباس ماشي عيب تلبس ترقع سروالك وصباطك تصلحو ماشي عيب دابا الحمد لله جات ديك المرضيه الشينوا وتولي تشري عام 100 درهم تكسي كاع عباد الله عرفتي رخيص ها الشينوا جات اذا ما بقاش انسان يهضم في الدور اللي كيلعبو راه انايا العائله غتضيع لا 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 ما تلعبيش هاد الدور هذا لا 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 انا خصني نقادها مهمتي كاين المراه خصها مربيه جامي كاين الناس القهوه خصو مسمن كاين الناس خصو عندهم حلابه خصو مسمن بالسيده لا تمركش الدار البيضاء راجلها خدام في واحد المقاوله عايشين بخير مرض مرض شد الفراش مابقاش خدام مابقاش يتخلص المرا كتعاود لي قالت لي كنفكر استاذ نجز ولا تمشي عند المهم بالمراكش ولا ندير شي حاجه ما كتعرفش ماشي بالدار البيضاء ما كتعرف والو نزلات من البارتمون ديالها مشات للحوانت اللي حدا اللي في حدا الاقامه يخليكم واش نقدر نصيب لكم شي حويجات حطهم في الحوانت تبيعو صيبات هذوك العباد ديال مراكش عرفتي كيصيبو السملاحات كذا تحط لهاد الحانوت خمسة د السيكان وهذا خمسة والله ما جا في دور شهر شهرين ولات مخدمة مع جوج الناس وشتي بعد ما برا راجل وخدم قالت له والله لا فرط في هاد الخدمة وحيليه فلوس فلوس إذا هنا ما يبقاش الإنسان مصدوم حيت راه الصدمة كتوتش بنادم الصدمة ديال تخلى عليهم باهم مشى مع واحدة أخرى وهي ضحات في سبيل العائلة هو ما طلعش مستوى هاد الصدمة اللي خصنا نطفيوها شنو هذاك صدق ما صدقش مريض ما مريضش حمق ما حمقش ما شغلناش كنوقرو صافي مشى الدري صغير هو ندبرو على خدمة هو ندبرو على خدمة خدم شي غسل الطونوبيلات تسد الحد شي صايب جرة ديال الناس المهم تزطط راسك وقارة ما عندناش شي حاجة سميتها لا يجب تشغيل الأطفال ووكليه جميلنا في الشعارات لا يجب تشغيل الأطفال تا غيموت بالجوع ياكلك التانيت لا يجب تشغيل الأطفال يجي غدا ياكلك راه شوية من اللحمة كطيلو يفرسك تقول ها السيدة جمعوية كغلغلضها كدكا أرينا من اللحمة كنوكلو الفقير ما يخدمش أرينا والله تنولي أنا كاريبا أرين شد أختي ديك الشحمة اللي غتمشي لعند الكلينيك يحيدوها لك ناكلوها لما لك التانيت كتلقى السيد بارك عندنا جمعاوي حقوقي لا ما تطردوش السيد من براكته والطرام ترامي على ملك الناس السي لما لقيتي فين تمضي ظفرك عافينا تما ويجي يوقف قدام المحكمة جاي معاه واحد العشرة مكريين كل واحد واخد 50 درهم وهازين الراية وهازين صورة الملك زعما دابا باغي توضرنا زعما تهز الراية وتهز صورة الملك زعما نتوضرولك وراك حريمي بيع الماتش حيت إلا مشينا حيدنا لهذاك الملكيه حيت هذاك فقير وحنا درنا الظلم ما عمر فقير ما كيترمى على ملك الناس حيت فقير مشينا ندخل الفيلا نفرعها نسكن فيها مال حنا ما كانش حدانا الفيلات مسدودين وما حنا غنخافو نفرعو الباب لا سيدي فقير تيجي وقتي تاجي لقيته وسيدي ربي نسانا الفقر وعوضنا الفقر وبحال اللي معمرنا كنا فقراء وبحال اللي معمرنا كنا محتاجين وصبرنا وكاين اللي مشى فرع دار وكاين اللي مشى خطف بنت وكاين اللي مشى دار المصايب وما ربح لا الدنيا لا الاخره اذا هنا عفا بنتي خصنا نحيدوا ديك البريز ديال الطاقه النفسيه اللي كيحرق لا بنتي هي هلكات الصحه دابا العينين اذا هنا ما تمشيش تعمر هذاك الدور اللي كتظن لا كنساعد امها تخدم وهي تخدم وهذه من جهه ثم عندكم تما في العيون عندك العيون الداخله شتي كاين اللي يندياش في المغرب وكاين اللي يندياش في المناطق الجنوبيه شتي عدد المشاريع اللي كدار في المناطق الجنوبيه فايت جوج مرات المشاريع اللي يندياش في باقي جهات المغرب يعني واحد العينيه مركزه مزيان تما وفي خبارك في عدد الجمعيات اللي في المغرب العدد اللي كثير كاين في المناطق الجنوبيه راه تشد عدد جمعيات المغرب كاملين
غتلقى اكثر عدد واحد الكتله ديال المجتمع المدني وديال القطاع الجمعوي والمشاريع المديره للدخل في المنطقه الجنوبيه فيتكع الجهاد المغربي. معنيتها كاين واحد العنايه واحد التاطير جميع القطاع مادام انها هي مشات لواحد القطاع اللي هو فيه تاطير الموارد البشريه وفيه تاطير العلاقات الانسانيه وفيه كذا. ثم باقي ما يدار بحال اللي كتقول يلاه بادي الناس، خاصه هذوك العائلات اللي تيقلبوا كيفاش يفكوا وليداتهم من الهدر المدرسي والصعوبات تاع المدرسة. حنا في المدن هنا داخل الدار البيضاء وفي المدن الاخرين عندنا واحد الكثافه سكانيه هائله وعندنا واحد العدد المعلمين، ملي كتبغي الاستاذ ديال الدعم كتلقاه دغيا. شتي تما في الجنوب والله ما تلقاه، الا حصل لك ولدك في الدراسه ما تلقاهش. اذا شنو خصها دير؟ دير واحد الموقع انترنت واتصل بجمعيات كاينين هنايا في الدار البيضاء وكاينين في بلايص اخرين اللي تيقريو بالانترنت. وانا في الجوله اللي كنت درت شافوها المغاربه كنت عرفت بواحد الشاب من مدينه برشيد اللي عاش نفس الصعوبه اللي عاشتها كبيره، توفى لبه دري باقي طالب وعنده ممرة كبيره مرضات وعنده خوتو صغار. تعاود لي قال لي استاذ كلشي تقلب لي، قال لي خصني ندير شي حاجه اللي نبقى كنقرا فيها ونربح منها ونبقى بعقلي متوازن. مشى دار موقع ديال الدعم المدرسي وبدع فيه واحد الابداع تبارك الله عليه. شنو دار؟ اول من استعمل تكنولوجيا الروبو فيسبوك. هو شنو هي تكنولوجيا الروبو؟ هو ملي كتحاور مع واحد الموقع تيكون وراه واحد الشخص كيتسمى الموديراتور، كتكتب له طلب وذاك الموديراتور تيشد الطلب ديالك وتيجاوبك. هو ما عندوش الامكانيه باش يخدم شي واحد اللي يجاوب الناس. مثلا واحد السيد واحد الطالب تيقلب على التمرين ديال الماده الفلفلانيه في الرياضيات والصعوبه الفلفلانيه، قال لي السرعه ديال الجواب ديالي هي اللي غتربحني، قال لي الفلوس. فخدم مع واحد المهندسين في الاعلاميات لقاو بان فيسبوك انذاك حطات واحد التكنولوجي واحد بروغرام سميتو روبو خصو اللي بروغراميه. هما الاولين بروغراموه في افريقيا وخدموه لفيسبوك. فيسبوك يقول او هادو حطيت انا بروغرام خاوي امروه خدموه ويتفاعل معهم شجعتهم. هما يدخلوا لواحد المباراه منظمها واحد الشركه الاعلاميه الدوليه، هما يربحوا هما يخدموا منحه صافي عندهم فلوس بحال عندهم تكنولوجيا. فدابا تدخل الموقع ديالو كتقول التمرين الفلاني كذا كتسحب، كيجاوبك استاذ هو كيجاوبك بروغرام كيقول لك التمرين الفلاني كاين في الطرف الفلاني هنا. ومنين غايجيب الماده؟ سولته قلت له منين جبتي الماده؟ حيت خصك التمارين وخصك الدروس وما عندوش امكانيه باش يمشي، حيت شكون اللي عنده التمارين والدروس؟ راه دور النشر، دور النشر هما اللي مصايبين المقرر في المغرب وتاخذ له التمرين تاعو ينزل يقول لك هذاك التمرين ديالي. هو اش دار؟ هو فتح الباب لجميع المعلمين والطلبه يصيبوا دروس وتمارين، واللي خدا له التمرين ديالو او الدرس ديالو هو تياخذ طرف الفلوس وهذاك المؤلف تياخذ طرف الفلوس. شي دار عمل تشاركي. هذا راه الشاب تخيل مات لباه ممرضه عنده خوت صح. الواقع صعب ولكن شتي الابداع اش قلت لكم؟ شتي الابداع راه ماشي الواقع هو المشكل، الطاقه ديالو خصك تشوف تفاؤل. راه يمكن لكم تمشيو تلقاو في الانترنت، راني مسجل مع واحد الحلقه. شتي هذاك هو المغربي، هذاك هو القح، هذو هما المغاربه. يبقى ضاحك في وجهه، عمرك تشوف شي سلمت على امه؟ قال لي عام سكينه وهي مريضه، قال لي مقابل امه مقابل قريت خوه مقابل شغله وتيكمل قريته. راه طالب، راه طالب. عرفتي فين كيبروغرامي؟ في الجرده في الليل تحت بوله، يبرك في كرسي ديال العود في الليل والبرد بوله فوق منه واحد البيسي قديم وراه عليا بيسي قديم. وانا نقول له والله يا ولد عمي الا انت راجل، الا دابا شتي اختي كبيره راه ماشي انا دزت من هذا الطريق، هذا الشاب داز منها، راه نلقاو في المغرب هاك هاك هاك.
ولكن الا شديتيها من جهتها الرطبه ما تشدهاش من جهتها الحامضه، شي شديتي الواقع من جهه المرقطع ديالو يقتلك. راه فيه المرطب، راه فيه محلو، فين هو؟ انا غنهز القدر امي، انت غتعاوني، خويا يعاون، وغتمشي وغدير واحد الحاجه تما، تشوف المدارس اللي كاينين، تشوف الصعوبه ديال هاد المدرسه الدور على النيابات، هذاك الشيء تما عندهم ميسر. مشي للانضياج تبع العماله وتقول له اعطيني الجمعيات اللي كيشتغلوا في الاطار التربوي ويعطيها اللائحه، واتصل بهم في الايميل ترجع عنده تقول له سيدي هادو ما جاوبونيش، والمسؤول انا عارفهم، وغادي يهز التليفون يقول لهم علاش ما جاوبتوهاش، راك توصلوا بفلوس تنعطيكم مساعدات، خصكم تخدموا مع وليداتنا، شي خصك انا بغيتها تكون ملحاحه شي هنا في هذا الجانب. اما بالنسبه للرغبه والحلم ديالها انها تصبح صحفيه وتصبح منشطه وكذا، كاين الصفه وكاين العمل. راه قلنا لكم الايد نوعان، الايد العرفي هو كفاءه وممارسه، الكفاءه والممارسه كتجيب لك القبول، الناس كيقبلوا هذيك الكفاءه والممارسه فكياخذوا من عندك الكفاءه والممارسه فتيصبح ايدن، هذا الايد العرفي. والايد الرسمي هو صفه مؤسساتيه بنصوص قانونيه تحت عقد من العقود اللي معترف بها فيه. اذا انا مالي ندخل الغار من جهته الفوقانيه حيت النمل كيطير ولا ما كيطير؟ اش قالت لاله سناء؟ النمل كيطير ولا ما كيطير؟ كيطير طير دجنحين، عمرك شفتي النمل دجنحين؟ يا حي تيرا خصك تشوفي النشاط ديال الزوج من اللي كيدير عنده واحد الحقبه في العام النمل كيدير جنحين ابنت عمي كيطير. شتي فوقاش هو غيدخل للثقبه من جهه الفوقانيه ملي غتربي النمله الجنحين؟ اما ما حد النمله بعد الجنحين كتدخل للثقبه من الارض، هذو هما الفقراء ما تيطلعش هو الفوق المسطي، كيدخل للثقبه من الارض قراب له حيت راه يتشوصي عراجي تقسكن دخل 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 حتى تيتقوى وتيلقى الطعام وتيلقى فين حيت هما ملي كيديروا هذاك الجنحين النمل ديال اش كيدير جنحين باش كيطير يعشش بلايص اخرين، كتكبر عنده هذاك هذيك المملكه ديالهم كتكبر بالنمل خصهم يمشيو ها ولا انا خلينا عوده ان لم يكن حصان لحلقه مقبله. الله شكرا لكم مستمعنا على وفائكم برنامج بكل وضوح، لكم تحيه وفاء فائز لرفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه، ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.